في حلقة النهاردة خليني أتكلم بلسان مشجع الاتحاد اللي زعلان وليه حق إنه يزعل. أنا شايف حالة من التخبط ومن الفشل عاشتها إدارة الاتحاد. السنة دي المفروض إن ده أقوى ميركاتو حصل في تاريخ أي دوري عربي، وأقوى ميركاتو في تاريخ الدوري السعودي، متفقين على كده. الإدارة بقى عملت كل حاجة سيئة في الميركاتو ده. إدارة الاتحاد فشلت فشل ذريع. جابوا بنزيمة في الأول بس، ماذا عن البقية؟ جابوا كانتي، جابوا برضو فابينيو، جوتا، ولكن كارثة جوتا ورفع اسمه بعد ما جبته ب 120 مليون ريال دي كارثة في حد ذاتها. هنتكلم وهقول لك جوه الحلقة ايه اللي بيحصل وجمهور الاتحاد بيقول ايه، وبرضه تصريحات للاعب الهلال نيمار ولاعب المنتخب البرازيلي عن السعودية والدوري السعودي. فلايكك الجميل، يعني لايكات، انا عارف ان انتوا مش بخلة، لايكات ورأيك اهم حاجة كاتحداوي يهمني وكسعودي يهمني. ويلا بينا نخش على الحلقة ونفضفض مع بعض شوية كجمهور الاتحاد ونشوف كلام نيمار. فيلا بينا. بداية زي ما قلت لك، ادارة الاتحاد في موسم تاريخي او موسم انتقالات تاريخي لم يحدث في السعودية ولا في اي دولة عربية، فشلت فشل ذريع. كل الأندية اللي بتنافس اتحاد جدة دعمت. الهلال ميركاتو قوي، الأهلي ميركاتو قوي، والنصر ميركاتو قوي، ده حتى الاتفاق والشباب لحقوا نفسهم في الآخر وقدروا انهم يعملوا ميركاتو، الى ان جمهور الاتحاد او الاتحاد اقل الفرق تدعيما ونجاحا في انهاء الصفقات. الفريق اللي هيلعب كاس العالم للأندية، الفريق اللي كان محتاج، مفيش. اقول لك الإدارة فشلت في ايه. الإدارة عملت كل حاجة سيئة زي ما قلت لك، وابسطها واغربها تصميمهم على لاعب شهر ونص مصممين عليه او شهر، مع ان اتقدم عرض واتنين واترفض من النادي بتاعه، بس هم مصممين. والانقح من كده او الاسوأ من كده ان هم محطوش البديل الكفء اللي يجيبوه في حالة فشل الصفقة دي اللي هي محمد صلاح. مصممين لغاية الميركاتو قبل ما يقفل بدقايق. طب فين البديل؟ مفيش بديل. ده فشل وتخبط ومفيش استراتيجية واضحة، وحق الجمهور انه يزعل. لو هكلمك على التخبط الاكبر والكارثه الاكبر فهي في جوتا. جوتا اللعيب اللي جبته من الدوري اسكتلندا جايبه 120 مليون ريال، وفاجئ وكل جمهور الاتحاد يتفاجئ ان بيتشال اسمه من القايمه عشان يتحط لويس فيليبي اللي تعاقدوا معاه امبارح. وفي الدوري السعودي النظام الجديد 8 لعيبة محترفين، فلعيب جايبه بالمبلغ ده وما لحقش يلعب 3-4 ماتشات على بعض تشيله وترفع اسمه من القايمة، ده تخبط. وفي جلسة النهاردة هيقعدوا مع نونو سانتوس عشان يحلوا الأزمة دي، وهيوافق ولا مش هيوافق. طب هو انت جبته ليه؟ طب انت كنت بتعمل ايه؟ ففي تخبط وتخبط شديد، وجمهور الاتحاد حقه انه يغضب. اقل ميركاتو في الفرق الكبيرة الاتحاد. الادارة فشلت في التعاقد مع لعيبة محتاجينها وكواليتي عالية باستثناء بنزيمة وفابينيو وكانتي بس. نيجي بقى لتصريحات نيمار. نيمار اللي قبل ماتش او منتخبه اللي بيلعب البرازيل قبل ماتشه مع بوليفيا، في المؤتمر الصحفي اتسأل
عن الدوري السعودي وايه رايك فيه والناس اللي بتقول ان الدوري السعودي ضعيف، وهل انت شايف الدوري السعودي ولا الدوري الفرنسي، والثقافه هناك عامله ازاي. نيمار في البدايه جاوب وقال الدوري السعودي دوري صعب وقوي، وكل حد اتكلم عليه كلمه او بخسوا حقه هيعرف في الفتره اللي جايه ان الدوري السعودي، وهيتمنى انه يجي الدوري السعودي. الدوري السعودي بيحتوي على نجوم كبيره، نجوم جايه من كل منتخبات او من كل فرق العالم، ولعيبه انتوا عارفين اساميها. انا متعطش للعب، وكنت جاهز لمباراه الاتحاد اللي فاتت بس اتخبطت في التمرين، فالمدرب حب يريحني عشان يطمن عليا وانا جاهز للمباريات القادمه. وعن ان هو متعطش لحصد البطولات مع فريقه الجديد، وقال انا كل بطوله ببقى داخل عايز اخدها. اتسال هل الدوري الفرنسي ولا الدوري السعودي، قال لهم انا لسه ما لعبتش في الدوري السعودي، ولكن انا شايف ان في الفتره اللي جايه هتعرفوا ان الدوري السعودي دوري قوي. اتسال عن الثقافه السعوديه وازاي هي مختلفه عن الثقافه في بلده او في اوروبا، قال لهم الثقافه مختلفه طبعا، بس انا يعني قريت عن الثقافه العربيه واعرف بعض الكلمات العربيه، ولازم ان احترم ثقافه البلد اللي انا جيت لها. على الرغم من اني لعبت 6 سنين في فرنسا ما اعرفش كلمات فرنسيه كتير، ولكن اعرف كلمات عربيه. ده كان تصريح نيمار عن السعوديه والدوري السعودي، وشايف وكلنا شايفين ان الدوري السعودي هيبقى في حتة تانية. كده بكون وصلت معاكم نهاية حلقة. لك جميل وشركة جميل، وقول لي رأيك في الكومنتات، وسلام.